بس بدي احكي كلمتين عن المعاناه اللي احنا عايشينها هون في لبنان. واول شيء اول شيء بدايه انا بدي احكي بس عن السكن. يعني اول شيء نحن شيء 18 نفر، 18 شخص هيدا يعني عايشين في سقف واحد، جزء منه في البلكونه، جزء في المطبخ، وجزء في الغرف وهيك. هيدا البناية أول شيء يعني هو مهدد بأنه راح يقع،